ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك. أسود الأطلس ونسور قرطاج في كأس العالم 2022. من يحترم الكرة، الكرة بتحترمه. المنتخب المغربي فوز عريض وكبير جدا على حساب منتخب الكونغو، والمنتخب التونسي اللي لعب لحد الدقيقة 8 أيضا يعني بتعادل سلبي وفاز برضو خارج الديار 1-0 في كأس العالم. لسه لحد اللحظة أنا بكلمكم فيها ديت وطالعين بنبارك لأسود الأطلس ونسور قرطاج، لسه المنتخب الجزائري متأخر بهدف مع المنتخب الكاميروني. من مصر أم الدنيا، من مصر أم الدنيا، ورغم حزننا الشديد النهاردة لخروجنا أمام منتخب السنغال، ورغم يعني الشعور السائل اللي احنا حاسينه، ولكن لازم نبارك للعيبة اللي بتحترم جماهيرها. وأسود الأطلس هتكلم على منتخب للأول، تحية كبيرة جدا لأبناء المغرب ولأسود الأطلس اللي رغم الهجوم الشديد هم دايما كده، وقلتها قبل كده مش بيعجبهم حاجة، ولكن هجوم صحي، هجوم صحي جدا، دايما شايفين منتخبهم سيء عشان يتطور للأحسن، ودايما مش بيعجبهم حاجة. متعادلين خارج الديار مع كونغو ومتضايقين، متعادلين 1-1 بره، وبيهاجموا المدرب، يقولك المدرب وحش، وكانوا بيطالبوا ان حكيمي احسن باك يمين في العالم ما يلعبش، وهو سجل النهارده. كانوا بيطالبوا ان حكيمي ما يلعبش وسجل النهارده. ودايما كده في نقد بناء، دايما في نقد بناء مهم جدا للمنتخب المغربي وللمدير الفني اللي دايما شايفينه ضعيف، وصلهم كاس عالم دلوقتي اهو، وكان عامل اداء روعه جدا كمان في كاس الامم الافريقيه، لتصبح المغرب بالفعل المنتخب الافضل، المنتخب الاحسن، اللي ما بيتكلموش كتير، اللي دايما عندهم هجوم صحي لصالح منتخبهم ويستحقوا التواجد في كاس العالم. بنقول لكم مبروك، وكاننا احنا اللي موجودين، كان نفسنا نكون معاكم، وكان نفسنا ان احنا نكون وياكم، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انتوا تستحقوا، عندكم لعيبه جيده جدا، عندكم لعيبه مخلصه جدا، عندكم رجاله، عندكم فكره، عندكم اسلوب، عندكم مدير فني بيفكر رغم الهجوم اللي عليه. المنتخب الجزائري وصل للوقت اضافي دلوقتي، نتمنى له التوفيق يا رب ان شاء الله. نتكلم على منتخب بقى المحترم نسور قرطاج، المنتخب التونسي، منتخب تونس اللي رد اعتباره، وجات لنا نفس فرصه رد الاعتبار. يعني انت منتخب السنغالي خد مننا بطوله كاس الامم الافريقيه وخسرنا قدامه على النهائي. منتخب مالي هو سبب رئيسي في احوال منتخب تونس وهزيمه غير مستحقه وكل الاجواء اللي انتوا عارفينها دي. ليه تيجي الاقدار عشان يرد الاعتبار قدام منتخب مالي، ومش بس كده يطلعوا في المباراه النهائيه اللي توصلوا كاس عالم ويتصعد على حساب مالي اللي الحكم تامر، والنهارده برده مديهم 8 دقايق بدل ضايع، ليثبتوا انهم برده ناس محترمه وانهم لعيبه رجاله وعندها اراده وعندها عزيمه، وتونس كمان بقوه لاعبيها باراده لاعبيها يكونوا موجودين في كأس العالم عن جدارة واستحقاق. المنتخب التونسي اللي برضو ما اتكلمش كتير، اللي برضو بيلعب كرة مقنعة، اللي عنده لعيبة مهمة جدا، اللي عنده لعيبة عندها جرينتا وعندها إصرار. ودايما أنا بقول لعيبة شمال إفريقيا سواء تونس والمغرب والجزائر، اللي دايما بيساعدهم هي الجرينتا وروح الجماهير، الجرينتا والنقد البناء. احنا لما يجي ننقد كروش على الاداء يجي يقول لك يا عم خلي الدنيا تمشي، ده هو الراجل يعني مش في دماغه كاس الامم الافريقيه، ده جاي عشان كاس العالم. تيجي تهاجمه عشان كاس العرب يجي يقول لك يا عم ده بيلعب عشان افريقيا. تيجي النهارده يخرج باداء يعني يرسى ليه يجي يقول لك يا عم ما تهاجموش. يعني دايما بتتعمل هاله على اداء اصلا مش جيد، ودايما الكره مش حلوه، ولكن تشوف بقى اللعيبه اللي بجد، شوف اصرار اللعيبه المغربيه، وشوف اصرار اللعيبه التونسيه على انهم النهارده يصعدوا، وعندهم اراده، وده اللي احنا مفتقدينه، اراده، وفي في اسلوب، في لعب، في كوره بتتلعب، في كوره بتتلعب. ولما تلاقي في كوره بتتلعب يبقى من حقهم ان هم يكونوا موجودين، من حقهم ان هم يكونوا موجودين. انا محتار من جمال تونس ومن جمال المغرب اشجع مين في كاس العالم. والله العظيم تستحقوا انتوا الاثنين الدعم، والجزائر ان شاء الله تصعد، وتستحقوا كلكم الدعم، لانكم بتلعبوا كوره مقنعه. اهم حاجه يكون في اقناع في الاداء، يكون في لعيبه عندها اقناع. يعني حمزه المسلوسي هو هيكون متواجد في كاس العالم مع تونس، سيف الدين الجزيري اللي الزمالك عرضه للبيع رغم ان عقده مستمر هيكون موجود مع تونس. وتونس في كاس العالم، تونس في كاس العالم عن جداره واستحقاق، تستحق طبعا. المغرب اللي دايما كنت براهن على هدوئها وعلى دايما جمهورها اللي دايما مش عاجبه العجب هيكون متواجد في كاس العالم. هي دي الاراده ودي اللعيبه اللي عندها روح،
دي الاراده ودي اللعبه اللي عندها روح. ببارك لكل اخواتنا واشقائنا وحبايبنا التوانسه والمغاربه على الصعود، وبقول لكم من كل قلبي والله انا سعيد بيكم جدا وسعيد بالروح الكبيره اللي وصلتكم للمكانه دي، مكانه تستحقوها ومجهود كبير تشكروا عليه. لعيبه رجاله ولعيبه تستحق انها تكون متواجده في البطولات الكبرى، واعتقد المغرب هتشرفنا في كاس العالم، تونس هتشرفنا في كاس العالم بيلعبوا كوره، الجزائر ان شاء الله تصعد النهارده هتشرفنا في كاس العالم. منتخبنا ما كانش يستحق انه يكون متواجد، احنا ناس بنفهم كوره، احنا ناس بنعرف كوره، احنا ناس يعني متربين على الكوره من صغرنا وعارفين يعني ايه منتخب بيلعب كوره ومنتخب ما بيلعبش كوره. انتوا منتخبات محترمه، المغرب منتخب محترم وبيلعب كوره مقنعه رغم الهجوم الكبير على المدرب خليلو زيتش. صعدكم كاس عالم اهو، اظن دلوقتي حان وقت الدعم من وجهه نظري. قلت الكلام ده من الماتش الاولاني لما انتوا لعبتوا بره واتعادلتوا، قلت يا جماعه انتوا متعادلين والله مش خسرانين، والنهارده متواجدين اهو في كاس العالم. انا من وجهه نظري وانا مصري يعني شايف ان انتوا تدعموا المدير الفني لانه واضح ان هو نجح يوصلكم لكاس العالم، ودي حاجه مش قليله طبعا، حاجه مش كبيره على المنتخب المغربي. دايما سباق بجيله القديم مصطفى حجي وكاماتشو واللعيبه الكبار اللي كانت موجوده، ودايما المغرب ولاده بالنجوم ودايما عندها اسامي كبيره جدا تستحق انها تكون موجوده. نفس الكلام تونس دايما ولاده بالنجوم وتستحق انها تكون موجوده. الجزائر ان شاء الله تكون موجوده من قلبي ومن مصر ومن الدنيا. ببارك لاخواتنا واشقائنا التوانسه والمغاربه، وفي انتظار اخواتنا الجزائريين اللي ان شاء الله بامر الله برضه هيصعدوا وتكونوا يعني خير سفراء للعرب في كاس العالم، وتشرفونا وتلعبوا كوره مقنعه وتستحقوا الصعود. ببارك لكم وانا عارف ان انتم مبسوطين، من حقكم تكونوا مبسوطين، واحنا بقى يعني ربنا يتولانا مع كيروش ومع الاداء اللي احنا فيه ده، ونصبر كمان من عمرنا 4 سنين كمان يمكن نكون موجودين في النسخه الجايه في كاس العالم، الله اعلم. ولو اني انا مش متفائل ان احنا نكون موجودين بسبب الاداء والاسلوب اللي احنا بنلعب بيه. كره خلقت للمتعه والكره خلقت للامتاع وللهجوم، 4 اهداف وكان المنتخب المغربي يكفيه هدف واحد، لكن لعب على 4. المنتخب المغربي يكفيه هدف واحد ولكن لعب على 4، بدل الهدف جاب 4. يقدر يتعادل بره، يتعادل 1-1 وكان ممكن كمان يتقبل هزيمه مفيش مشكله. المنتخب التونسي نفس الكلام، يعني كسب بره ارضه. دي الاراده وده اللعب اللي صعد وده اللعب اللي يفرح، ودي المنتخبات اللي بتلعب لقدام، ودي للمديرين الفنيين اللي عندهم وعي بالجماهير، عندهم وعي بالاسلوب. انتم منتخبات محترمه. رساله للجمهور المغربي، والله من قلبي بقول لكم ادعموا خليلو زيتش، دعموه، الراجل نجح معاكم، ما دام نجح كفايه هجوم، انتوا هاجمتوه كتير جدا، وانا شايف ان هو حقق التارجت. يعني انا كيروش دوت ما حدش فينا مقتنع بيه، لكن لو كان ادى وعمل اللي عمله معاكم خليلو زيتش كان زماننا كلنا بندعمه. فانا بطالب ان انتوا تدعموا المدير الفني ده، وصلكم اللي انتوا عايزينه. وبطالب من المنتخب التونسي تطوير اكتر، عنده احسن من كده المنتخب التونسي، ولكن التارجت الاساسي انه صعد. دعموا مغاربه، دعموا المدير الفني، انتوا ماشيين كويس جدا، وانتوا اتوانسه تطوروا اكتر، عندكم احسن من كده، تقدروا ان شاء الله تقدموا كمان اكتر من كده. في انتظار ان شاء الله الفرحه الثلاثيه بصعود منتخب الجزائر، وشكرا على مشاعركم الطيبه ان انتوا بتحاولوا تهونوا علينا خروج، لكن احنا رغم خروجنا بضربات الجزاء ضربات الحظ، ولكن احنا فنيا لا نستحق، احنا ناس فاهمه كوره، فنيا لا نستحق، احنا بنلعب دفاع فقط ومش مستمتعين. في ناس فاكره ان دي كورتنا، احنا مش مستمتعين والله خالص، ولا ده اسلوب منتخب مصر ولا دي كورتنا. عندنا مواهب كبيره جدا وعندنا لعبة كبيره، مش احنا نلعب على الدفاع، احنا مش موافقين على الاسلوب ده ولا راضيين بيه. فيعني احنا خلاص يعني ما نستحقش ان احنا نكون موجودين، احنا ما نستحقش ان احنا نكون موجودين، ومش عندنا حاجه نقدمها في كاس العالم. انتوا اللي عندكم حاجه تقدموها في كاس العالم، احنا بالاسلوب بتاعنا ده مش عندنا حاجه نقدمها. احنا لو كنا صعدنا كاس العالم كنا يعني هنقدم ضحك بالاسلوب ده، هنقدم ضحك، هندافع قدام المنتخبات كلها، وفي كاس العالم مفيش هزار، في كاس العالم مفيش هزار. ودي نفس الرساله اللي بقولها للمغرب، رغم ان انتوا منتخب محترم جدا، في كاس العالم مفيش هزار، اتطوروا اكتر ولعبوا اكتر بحماسكم بالجرينتا بالروح اللي عندكم دي. المنتخب التونسي اتطوروا اكتر ولعبوا اكتر، شرفونا في كاس العالم وحاولوا تعملوا مركز محترم، تستحقوا ان انتوا تكونوا موجودين. مش عايزين بقى دخول مشرف وخلاص، مش عايزين شرف التواجد فقط لا غير، لا عايزين منتخب عربي يصل لدور محترم. عندكم امكانيات كبيره جدا توصلكم لادوار مهمه،
يا رب بامر الله تصعدوا دور، تطلعوا من دور المجموعات على الاقل، تصعدوا يعني من دور المجموعات، تروحوا للمرحله دور 16. يعني عايزين نشوف تطور، يا ريت حد يوصل لدور الثمانيه، تونس او المغرب. ان شاء الله الجزائر ربنا يوفقها. حاولوا تثبتوا وجودكم، عندكم امكانيات كبيره جدا، وعندكم جرينتا، وعندكم لعيبه بتلعب كوره وبتعرق عشان خاطركم، ودي بالنسبه لها حاجه كبيره. واحنا كلنا كمصريين معاكم في منتخب، يعني منتخب التونس والمغربي، كل المنتخبات هندعمكم وهنشجعكم في كاس العالم. احنا بنحبكم جدا، وبنحب كل اشقائنا في الوطن العربي، بنحب تونس وبنحب الجزائر وبنحب المغرب جدا جدا، وهنكون داعمين ليكم في كاس العالم. صوتنا هيكون معاكم بجد، هنكون صوتنا معاكم وهندعمكم، لان احنا بنحبكم من قلبنا فعلا، ومقتنعين ان انتم منتخبات محترمه. فعشان كده هنكون معاكم وهندعمكم، احنا مش هنسيبكم، وهتلاقوا صوتنا معاكم، صوت مصري حر بيدعمكم وبيشجعكم جنب اصواتكم الجميله، اصوات الدعم الجميله اللي انتم بتعملوها، جنب دايما حمله النقد البناء اللي بتعملوها لفريقكم، دايما حمله النقد البناء اللي بتعملوها للمدير الفني. انتوا نجحتوا، واحنا كمان هنكمل النجاح بتاعكم دوت في دعم قوي جدا ليكم، وهنكون معاكم نغطي كل حاجه، وهنتكلم كانكم يعني كاننا مغاربه وتوانسه وجزائريين بالظبط، لان احنا وطن عربي واحد واشقاء. وان شاء الله ربنا يوفقكم بامر الله، والمغاربه نجحت الخطه بتاعتكم وخطه النقد دايما، ودايما تبينوا ان انتوا ضعفه لحد ما وصلتوا كاس عالم. شابو وبروفو يا مغاربه، نيمتونا واكلتوا لنا العجل، ولا بيعتوا لنا العجل لحد ما وصلتوا كاس العالم؟ ده انتوا بيعتوا العجل لافريقيا كلها، بيعتوا العجل لافريقيا كلها، وتونس برضو بيعت العجل لافريقيا كلها. شابو يا رجاله ومبروك، ان شاء الله بامر الله ربنا يكملها بصعود المنتخب الجزائري. كان فيديو سريع، اتمنى يوصل لكل الناس، واتمنى الناس تعمل مشاركات ليه في تونس وفي المغرب وفي الجزائر ان شاء الله بعد ما يصعدوا. من قلبنا بنقول لكم مبروك، وتحياتنا وحبنا وتهانينا الحاره لاشقائنا في المغرب وتونس، وان شاء الله بامر الله للجزائر كمان. اتمنى مشاركات، بنحبكم جدا، والف مليون مبروك. تحياتي اسلام علوي، السلام عليكم.